وزني 95 كيلو على الأد. طيب، مثل ما قلت لكم الفيديو اللي فات، أنا في عندي يومين بالأسبوع بتمرن فيها بالبيت. المرة اللي فاتت فاجأتكم الديد ليفت، المرة هاي حنلعب سكوات وبنش بالبيت. إن شاء الله يكون تمرين ممتع لكم وإلي. شوفكم هناك. Because this time it wasn't healing. It seemed to be, unfortunately, nothing hurts except squatting, deadlifting, walking, or standing. مساء الطرب يا الغالي. لازم نغني الصح. طيب، الا ندخل على الباك اوفس. خلصنا التوب سيت، التوب سيت كان ب 95 كيلو، هلا باقي ثلاث جلسات باك اوف ب 170 كيلو. واشوف بعد التمرين. سوي جنك بروتين على اشرب انا وانت. لا لا انا مو معك. لا لا معايا انا معايا بري ورك اوت. لا يا شيخ، شربت ولسه بديت. ما قلت لي حتسوي بروتين؟ بالله عليك، والله ترى بس من جد مسوي جنك.
300 جرام بروتين. لا ها ايش؟ تسوي الامتحان كله 300 جرام؟ ايش انا شايفني؟ الهالك ما يشرب 300 جرام بروتين، ايش هذا؟ طيب انا ما وريتكم اللي صار جوا عشان بعدين. خلاصة انا فاكرين لما قلت لكم انه في حسوي بودكاست، افكر اسوي بودكاست، عشان افكر حسوي بودكاست. ان شاء الله ان شاء الله خلاص لقيت اللوكيشن. صار في عندي مكان اصور فيه، نجيب فيه ضيوف، نجيب فيه ناس. ليه كنت تقولي تحت؟ انا عارف انا خلص حددت مين اول ضيف، بس غير اول ضيف مين اقولكم تجي معايا بسرعه مع حلقه بودكاست؟ قولوا بالتعليقات. طيب انا اليوم المفروض ما عندي تمرين، بس اليومين اللي فاتوا سحب الاكسسوارات عشان الوقت، واليوم بدي اعوضه. لازم نوقف هالعادي صراحه، لازم احاول انه دائما اخلي تمريني بيومه عشان ما اضطر اني يجي يوم كامل على النادي بس عشان اعوض التمارين اللي فاتت. بس انا المهم عندي اني اكمل التمارين المطلوبه مني. يلا التمرين. قول لي قول لي ايش هرجه واشوف بس الاغنيه اللي انت تسمعها. روح شو تفضل عشان تخش في المود. اشوفك في النادي تاني. اطلع اطلع لا صراحة أغنية، صراحة أغنية بطلة صراحة. هلا اليوم اليوم 22 أغسطس أعلنوا انه فتحوا تسجيل للبطوله. اللي عارفين البطوله حتكون يوم من يوم 13 ليوم 15 اكتوبر، وهلا فتحوا التسجيل. فانا بدي اسجل هلا عشان الحق اسجل اسمي قبل ما يخلص العدد. خلينا نسجل مع بعض. اوكي اول شيء بدنا نروح للموقع نفسه، للحساب اللجنه اللي هو KSA_strength. حنروح للرابط، مفروض الرابط وفيه التسجيل. اوكي بطوله المملكه مفتوحه للباورليفتين كلاسيك حماس. هذه القواعد، حلو، هذه القواعد تبع البطولة، هذه بنمر بنشوفها بعدين. بس أول خلينا نشوف مواعيد البطولة. حتكون من 13 إلى 15 أكتوبر، ممتاز، بالرياض. التسجيل بيبدأ اليوم والتسجيل بينتهي يوم 27، يعني عندكم 5 أيام عشان تسجلوا. فإن شاء الله لما تشوفوا هالفيديو حتكون عندكم وقت إنه تسجلوا لو ما كنتوا عارفين إن شاء الله. أوكي سيتم الإعلان عن الجدول يوم 3 اكتوبر. حلو اوكي سجل الان. الجوائز بعد ما اعلنوا عنا بنشوف الجوائز ان شاء الله تكون شي حماس يا رب. اوكي بسم الله نبدا. اوكي الاسم الثلاثي. اوكي الجنس ذكر. اوكي الدوله. اوكي المدينه، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد، فئات الوزن. كثير ناس عم تسأل شو هي الفئات. هذه الفئات، الفئات حتكون نفس الفئات تبع الاي بي اف. فأنا طبعا حكون بالفئة 93 اللي هو الوزن من 83.1 إلى 93، فهذه الفئة اللي أنا فيها إن شاء الله. أوكي. المحاولة الأولى للسكوات. هلا المحاولات الأولى حتحطها أنت بس عشان يعرفوا أنت فين حتترتب، بس بتقدر تغيرها يوم البطولة. دائما المحاولات لما تحطها وقت التسجيل بتقدر يوم البطولة تغيرها. فأنا هحط بنش بريس، ديد ليفت. هل قمت بمشاركة في أي بطولة باور ليفتنج محلية أو دولية خلال سنة؟ لا. اسم اوكي شكرا، لقد تم التسجيل بالنجاح. فهلا إن شاء الله لو اختارونا بيتواصلوا معنا على الأغلب وبصير في دفع للتسجيل.
وشي كتير متحمس له أنا إنه هالبطولة فيها فحص للمنشطات، فالبطولة للطبيعيين فقط. فأنت لو مش طبيعي لا تسجل، لو أنت مش طبيعي وحتسجل بالبطولة يا رب يمسكوك ويعملوا لك حظر من كل البطولات بالمستقبل عشانك بتستاهل. فبس أنا متحمس، خلاص سجلنا هلأ بننطر، وأنا متحمس للتحضير، لازم ندوس هلأ بعد شوي ونشوف شو المستوى اللي حيوصل له. طبعا حاخدكم معي على الرحلة، شوفهم بفيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة.